هنا قبالة الساحل الكندي على المحيط الهادئ يمكن أن يصبح حلم قديم حقيقة. لأول مرة يطور علماء أحياء مختصون بالسلوك وخبراء تكنولوجيا المعلومات برامج تهدف إلى فك شفرة النداءات الصوتية للحيوانات. هل يساعد الذكاء الاصطناعي في التعرف على أنماط أصوات الثدييات البحرية؟ وهل سنفهم قريبا ما تتحدث عنه الحيتان؟ ما بين جزيرة فانكوفر الكندية وألاسكا الأمريكية تقضي حيتان الأوركا أو ما تعرف بالحيتان القاتلة فترة الصيف. فريق من العلماء من بعثة ديب أل البحثية يستعد للإبحار. ديب أل يعني تطبيق التعلم الآلي على اللغات الحيوانية. يعمل خبير تكنولوجيا المعلومات إلمار نويث من جامعة إيرلانغن الألمانية منذ سنوات على التعرف التلقائي على أنماط الكلام البشري. هل يمكن تبني الأساليب نفسها في التعامل مع لغات الحيوانات؟ يستخدم علماء البعثة مكبرات الصوت تحت المائية المثبتة في أنابيبل السمع. على مدى 3 أعوام قامت فرق مشتركة لعلماء الحاسوب والأحياء بتسجيل نداءات حيتان الأوركا خلال الصيف. وتبحث ريتشل تشينغ من معهد لايبنيتس لأبحاث الحيوانات والحياة البرية في برلين عن أنماط في السلوك والأصوات يمكن أن تساعد في فك شفرة لغة الحيتان. أفترض أنها تتبادل المعلومات، ولكن ضمن نظام مختلف كثيراً عن أسلوبنا المعتاد للغة. هناك قرابة 300 من الحيتان القاتلة تسمى بسكان الشمال، وهي تدعى بالمقيمة لأنها تمضي فصول الصيف كلها على الساحل ما بين كندا وألاسكا. تعيش ضمن عائلات صغيرة وتتواصل بشكل كبير. هل تستخدم العائلات المختلفة لهجات مختلفة؟ وهل من الممكن أن نفهم معنى النداءات الفردية؟ أنزل الباحثون مكبرات صوت فائقة الحساسية داخل المياه. تمكنهم مكبرات الصوت من تعقب الأصوات القادمة إلى تردد يصل حتى 100 كيلو هرتز، وهذا أعلى بكثير مما يمكن للبشر سماعه. بفضل شبكة مكبرات الصوت واستراتيجيات التثليث الصوتي يمكن حساب موقع الحيتان. لتقليص الإزعاج الذي يسببه صوت المحرك للحيوانات، زود القارب البحثي بمحرك كهربائي. الرؤية تحت الماء محدودة، في حين أن الموجات الصوتية تنتقل عبر مسافات طويلة. لذا يوفر نظام التواصل بأصوات عالية ميزة كبيرة. تسبح الحيتان قرب بعضها البعض مع تغير مستمر في الاتجاه، فتدور وتتلوى بأجسادها وتحدد المواقع بالصدى. إنها تتواصل عندما تصطدم ببعضها وتحك أجسامها وتلتف باستمرار ثم تقفز على بعضها البعض. يبدو وكأنها تتحدث عن خطة عما ستفعله بعدها. تمضي حيتان الأوركا حوالي 5% فقط من وقتها على السطح، مما يجعل مراقبتها بشكل منهجي أمراً صعباً. يستخدم فريق البحث طائرات مسيرة لتوثيق سلوك الحيوانات، فالغوص مع الحيتان ممنوع في كندا. يبحث العلماء عن أصغر وحدة تواصل ذات معنى. أي حوت ينادي؟ ومن يجيب؟ وهل تتكرر بعض الأصوات؟ تفحصت عالمة الأحياء إليزان دوران التسجيلات. يتألف كل نداء من ذبذبات قصيرة تبدو للأذن البشرية كما لو أنها منحنيات موسيقية. يمكن أن يكون كل تغير في الصوت ذا معنى. فأثناء تسجيل نداءات الحيتان يوثق الباحثون أيضا سلوك هذه الحيوانات.
أربعة حيتان في هذه المجموعة هنا تدور، وأربعة هناك مع الذكر، وهناك واحد أراه بطرف عيني وهو يتجه نحونا، بالإضافة إلى أم وابنها. إذن هناك 8 أو 10 أو 11 حوتان على الأقل. كلما زادت كمية البيانات المتوفرة، صار من الأسهل على برامج التعلم الآلي فك شفرة لغة الحيتان. لذا كان من المفيد جداً أن الباحثين جمعوا بالفعل أكثر من 20,000 ساعة من التسجيلات لأصوات حيتان الأوركا، وهذا أكثر كماً بالمقارنة بأي حيوان آخر. كلفت الحكومة الكندية الباحثة في شؤون الحيتان جاريت تاورز بمهمة مراقبة قطعان حيتان الأوركا المختلفة. في السبعينيات بدأ العلماء هنا برصد وتوثيق كل حيوان على حدة، وكذلك هياكل مجموعاتها. الحوت A 108 أسفل القارب هنا، لقد اتجهت بعيداً. جاريت تاورز قادر على التمييز بين الحيتان. هذا الخدش على الحوت A 108 موجود منذ 2 عامين على الأقل. نحن نتعرف على كل حوت بغض النظر عن المجموعة التي ينتمي إليها اعتماداً على مظهره، فنحن نبحث عن علامات فارقة لكل حوت. للزعانف الظهرية والبقع حول الزعانف أشكال مختلفة، مما يتيح للعلماء تصنيف كل حوت منها، لا سيما وأن كل عائلة ترتبط بعلاقات دائمة. ما نلاحظه في الحيتان هو أن هناك أنثى كبيرة تقود المجموعة، بينما لا يلعب الآباء دوراً كبيراً ضمن العائلة. جاريت تاورز عضو في وحدة أبحاث الثدييات البحرية في جامعة بريتش كولومبيا، وكان مديره السابق جون فورد أول من ميز بين نداءات الحيتان المتباينة. أحدث البحث ثورة في فهمنا لنظام التواصل بين حيتان الأوركا المقيمة. نستمع إلى نداءات حيتان العائلة A-. هذا هو الجزء الممتع من الاستماع لأصوات أعماق المياه، فهو يفتح نافذة على حياة لا يمكن رؤيتها عادة. اكتشف جون فورد أن الحيتان تستخدم حوالي 50 نداءً مختلفاً. تفضل العائلات المختلفة أنواعاً مختلفة من النداءات، ورغم أن فورد لا يفهم تفاصيلها يسميها لهجات يمكن عبرها التعرف على عائلات الحيتان. إنها تصدر إشارات نمطية معينة من أجل الحفاظ على التواصل مع كل أفراد المجموعة، وبهذا تتبادل الإشارات وتراقب موقع بعضها البعض باستمرار بفضل حاسة السمع الاتجاهية التي تملكها، ويمكنها مراقبة سلوك ومستوى الحماس وحالة الاستثارة عند جميع الحيتان الأخرى في العائلة. تزور الحيتان المقيمة يومياً شواطئ فيها حصى. يمكنكم سماع احتكاكها بالحصى الآن بينما تتواصل فيما بينها وتحرك الحصى تحتها. تحك جميع جوانبها بالشاطئ الضحل. تمارس مجموعات قليلة من حيتان الأوركا فرك الجسم بالحصى. هذا ليس ضمن برنامج جيني، بل تتوارثه حيتان عائلات سكان الشمال تماماً كما تفعله مع لغتها. على متن قارب الأبحاث الألماني الكندي، يعتبر تحديد موقع كل عائلة من سكان الشمال الذين يبلغ عددهم 300 تحدياً كبيراً، فهي تتحرك باستمرار على مساحة من المياه تساوي مساحة بلجيكا. تغطي البعثة مساحة تمتد من جزيرة فانكوفر وعلى طول أرخبيلات صغيرة وحتى الطرف الجنوبي لألاسكا الأمريكية. تشير النوارس إلى المواقع المحتملة لانتشار أسماك السالمون. هنا أيضاً تصطاد عادة حيتان الأوركا. يمكن سماع نداءات العائلة على مكبرات الصوت المثبتة تحت الماء. يوظف الفريق تعاقب وصول النداءات إلى مكبرات الصوت الثمانية لمعرفة موقع الحيتان،
فهو يقارن النداءات بالكتالوج الذي جمعه جون فورد، لكنهم يواجهون بعض التناقضات. تستخدم العديد من عائلات الحيتان نداءات الفئة N9. يفترض أن تكون نداءات الفئة نفسها متطابقة تقريباً، لكنها تختلف في أطوال أمواجها وفي اللحن والنغمات. ما حققه التحليل البشري إلى الآن مجرد تصنيف تقريبي للنداءات. بالنظر إلى المخطط الطيفي، أنا متأكد من أننا نستطيع تحقيق شيء يضاهي الأداء البشري. عائلتان تقتربان من بعضهما، أي نداءات يتم تبادلها؟ هذا هو النداء. حسناً، لنسجله. بعد النداء ظهرت المجموعة الخلفية، ثم استدارت المجموعة الأمامية. يهتم الباحثون بمعرفة أي مجموعة تصدر النداءات وأيها تجيب، وما هي الأصوات التي تستخدمها. انظروا هنا، رقم 14 يتجه نحو القارب، يمكنكم سماع نداءات كثيرة. هذه N23 من عائلة جي آي. هناك تنوع كبير، ومما يثير الاهتمام أن هذه عائلة A23. تبدو النداءات مختلفة جداً. هكذا يتم التفريق بين العائلات المختلفة. إن كانت هناك نداءات كثيرة، سنحتاج إلى خوارزمية. يستخدم المبرمجون الخوارزميات أو المصنفات لإجراء تحليل تلقائي لملايين النداءات بهدف مقارنة الأنماط الصوتية المتكررة مع أنماط سلوكية متكررة. في اللغات الأجنبية يمكن هكذا فك شفرة معنى الكلمات. يواجه إلمر نويث وفريقه مشكلة أثناء الفرز التلقائي للنداءات الضعيفة لحيتان الأوركا من بين أصوات البحر المتذبذبة باستمرار. لهذا الغرض يدربون ما يسمى بشبكات عصبية من خلال مقارنة آلاف نداءات حيتان الأوركا على جانب المدخلات مع القيمة المستهدفة على جانب المخرجات. بعدها تتعلم طبقات الشبكات الوسطية تدريجياً تمييز الصفات الصوتية التقليدية لحيتان الأوركا عن تلك الناجمة عن الضجيج. تشير القمم البنفسجية إلى احتمالية عالية لتسجيل نداء حوت. هذه هي أول مرة يدرب فيها حاسوب على اكتشاف أصوات حيتان الأوركا آلياً. لكن تصنيف النداءات في مجموعات صوتية متشابهة يبقى تحدياً كبيراً. عند مقارنة عشرات الآلاف من التسجيلات، تصنف جميع نداءات الحيتان وفقاً لتشابهها، لكن الطريقة لا تزال بسيطة وغير قادرة على تحديد فئات صوتية، لذا لابد من المزيد من البرمجة. يظن الفريق أن حيتان الأوركا هنا لديها نظام لغوي معقد، بل وتستطيع معالجة أنماط صوتية أكثر تفصيلاً مقارنة بالبشر. لكن ما مقدار ما نعرفه عن القدرة الصوتية لأدمغتها؟ قرية تيليغراف كوف على جزيرة فانكوفر، لدى إلمر نويث وريتشل تشينغ موعد. هناك قلة من الباحثين المهتمين بدراسة أدمغة الحيتان والدلافين حول العالم، ومنهم عالمة الأعصاب لوري مارينو. هل هذا دماغ أوركا؟ هذه جمجمة حوت أوركا. وفي الأمام تجدون التجويف المخصص لتتبع الصدى. وفي هذا الجزء الكبير يوجد الدماغ. بشكل عام، لدى أدمغة البشر والحيتان بنية أدمغة الثدييات نفسها، كلتا القشرتين الدماغيتين معقدتان وفيهما طيات. دماغ حوت الأوركا أكبر بخمس مرات، وهو من أكبر أعضاء التفكير بين الكائنات الحية. على عكس البشر، يملك الأوركا مخاً فيه فص يرجح أنه يعالج المشاعر والإدراك بشكل متداخل. أكثر جزء في دماغ الأوركا يثير دهشتي هذا الجزء هنا. لدينا هذا الفص الإضافي المميز الذي يدعى الفص الدماغية شبه الجوفي،
ويربط المشاعر والعواطف والأفكار. دماغ الأوركا شديد التعقيد بحيث أصبح فيه فص خاص به. هل يعني هذا أن جزءاً كبيراً من تواصلها متعلق بالمشاعر والعواطف؟ نقل المشاعر والعواطف مهم جداً بالنسبة للأوركا. عند الحيتان تمتد الأعصاب الصوتية على مساحة أكبر بكثير منها عند البشر، وقد اكتشف فريق لوري مارينو أيضاً قشرة صوتية ثانية. الآن نعلم أن لدينا أيضاً منطقة معالجة للصوت في نفس المنطقة التي نعالج بها اللغة. بناء على هذه المعلومات، يمكننا القول إننا نحتاج إلى تحليل أكثر تفصيلاً. لا نحتاج لتحليل أدق فقط، وإنما إلى تحليل على مستوى أعقد بكثير مما يمكن لأدمغتنا القيام به. كشفت أساليب المسح الدماغي الجديدة أن حيتان الأوركا تملك نظاماً صوتياً معقداً أكثر بكثير مما اعتقد سابقاً. هل يمكن أن ينطبق هذا أيضاً على الثدييات البحرية الأخرى التي تستخدم الموجات الصوتية في التواصل والاتجاه؟ لم يدرس هذا بالتفصيل عند الحيتان الحدباء والدلافين. على عكس حيتان الأوركا الأخرى، توقفت مجموعة سكان الشمال في وقت ما عن صيد الفقمات والثدييات البحرية الأخرى. يقتصر غذاؤها اليوم على أسماك السالمون الكندية الكبيرة المسمى تشينوك. إلا أن كميات التشينوك تقلصت بسرعة منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي. تعين على حيتان الأوركا المقيمة السباحة لمسافات أبعد للعثور على أسماك التشينوك المتبقية. وعلى الرغم من تقليص الكميات المسموح باصطيادها، يستمر مخزون أسماك السالمون بالانخفاض. يراقب جاريت تاورز من وحدة أبحاث الثدييات البحرية في كندا الالتزام بأنظمة صيد السمك بتكليف من وزارة الثروة السمكية. يبدو أنه إذا لم تكن كمية أسماك تشينوك وفيرة، فلن تحصل الأوركا على ما يكفي من الغذاء، مما يسبب انخفاضاً قليلاً في أعدادها. تصنف حيتان الأوركا المعروفة بسكان الشمال على أنها مهددة. عندما تكون أسماك تشينوك قليلة، لا تحاول الحيتان اصطياد أسماك أخرى. لم تجد مصدر غذاء بديلاً، فهي لا تذهب وتبدأ بافتراس الفقمات عندما لا تجد ما يكفي من السالمون. قلصت شهية البشر الكبيرة تجاه السالمون مخزونها وأوصلته إلى مستويات متدنية بشكل حرج. أطلال قطاع صيد أسماك السالمون المزدهرة سابقاً هي الشيء الوحيد الذي يذكر بمخزون الأسماك الوفير فيما مضى. حينها كانت أسماك السالمون الكندية البرية مطلوبة حول العالم. بقاء حيتان الأوركا المعروفة بسكان الشمال يتوقف أيضاً على مصير أسماك التشينوك. لانس باريت لينارد عالم جينات وخبير السلوك البيئي يعمل في حوض أسماك فانكوفر، يزور حيتان الأوركا المقيمة كل صيف لتوثيق حالتها الصحية على المدى البعيد، ويقارن حجم الجسم وشكله بالعام السابق. لجعل التسجيلات قابلة للمقارنة، تبقى الطائرات المسيرة على ارتفاع 30 متراً فوق الحيتان. يبلغ عمر صغير المجموعة عاماً تقريباً، وما زال يرضع من أمه. تظهر مهارات الأوركا الاجتماعية في كيفية تعاملها مع فريستها. لدينا صنف حيواني اجتماعي جداً يتشارك في غذائه، وذلك بشكل إجباري تقريباً. عندما تصطاد سمكة، يأكل الحوت نصفها ويعطي الباقي لحوت آخر ليأخذ قضمة. وأحياناً تترك الحيتان البالغة بعضاً من السالمون الحي للحيتان اليافعة. بهذه الطريقة يتعلم الصغار اصطياد الفرائس.
في حوض أسماك فانكوفر يقارن الباحثون الصور التي تعود لسنوات مختلفة. من مؤشرات حالة الحيتان الصحية البقع البيضاء فوق عيونها. إذا لم يكن هناك مخزون كاف من الدهون في منطقة الرقبة، تتغير الزاوية عند بقع العينين. وعبر مقارنتها بالتسجيلات السابقة، سيتمكن الباحثون من تحديد فقدان الوزن المهدد للحياة. رداً على انخفاض المخزون الطبيعي، أنشأ قطاع صيد الأسماك مزارع مائية في المناطق التي يهاجر عبرها ما تبقى من السالمون البري. تحمي الشباك أسماك السالمون المستزرعة من حيتان الأوركا ومن أسماك مفترسة أخرى. قامت الشركات النرويجية المالكة للمزارع بتربية أسماك سالمون أطلسية مستزرعة، وظهرت معها أمراض فيروسية جديدة لم تكن موجودة في ساحل كندا الشمالي الغربي على المحيط الهادئ. تربي مزارع السمك هذه أكبر قدر ممكن من السالمون في مكان ضيق، فكل ما يهم تحقيق أقصى قدر من الربح. النتيجة الثانوية لهذا تسرب براز وجراثيم إلى المياه المفتوحة. يتزايد القلق بشأن عدوى الفيروسات وسط أسماك تشينوك البرية، ولو استمر مصدر الغذاء الرئيسي للأوركا بالتضاؤل فستصبح حياة الحيتان أيضا في خطر. تدرس الباحثة في شؤون الحيتان ألكساندرا مورتون أمراض السالمون الجديدة، وتزور قارب الأبحاث لتشاركهم نتائج تحليلها. أحضرت على حاسوبي المحمول بعض النتائج من البحث المتعلق بالفيروس. أين وجدناه؟ ولماذا تشكل مزارع السالمون مشكلة كبيرة بالنسبة للسالمون البري والحيتان؟ والسبب الرئيسي هو موقع المزارع. أجرينا اختبارات جزيئية من أجل عزل التسلسل الجيني للفيروس. يمتص السالمون الفيروسات عبر خياشيمه، ثم تنتشر مسببات الأمراض في أنحاء جسمه عبر مجرى الدم وتؤدي إلى فشل عضوي. أصبحت ألكساندرا مورتن مرتابة عندما ظلت حيتان الأوركا بعيدة بعد انتقال مزارع السالمون إلى المنطقة. أخذت عينات من المنطقة القريبة من المزارع ثم حللتها في مختبرات خاصة. درست أعضاء أسماك السالمون البرية وتلك التي من المزرعة. كان 95% من السمك المستزرع الذي حللته مريضاً، في حين أن الجزء الأكبر من السالمون البري أصبح مصاباً عبر المياه الملوثة. انتقلت مسببات الأمراض من مزارع الأسماك عبر تيارات المد لتنتشر في المناطق التي يمر بها السالمون البري الصغير خلال هجرته. على بعد 200 كيلومتر شمالاً تبحث عائلة حيتان A42 عن الفرائس في المياه الشاطئية. وصلت البعثة البحثية إلى مضائق فيشر تشانل المشهورة سابقاً بمخزونها السمكي الوفير. تصيد الحيتان نهاراً وليلاً وتحتاج إلى الضوء لمعرفة الاتجاه. قارنت عالمة الأحياء فلورنس سوليفان تسجيلاتها الأولى وفقاً لأنواع النداءات والسلوك الموثق. هل تميل الأوركا لإصدار نداءات معينة في سياق اجتماعي أم أكثر أثناء الصيد؟ بعدها حللت جميع التسجيلات في ألمانيا بالاستعانة ببرامج التعلم الآلي. في بحثها عن الفريسة تجوب حيتان الأوركا المقيمة الآن من 80 إلى 120 كيلومتراً يومياً على طول مسارات الصيد التي توارثتها لأجيال. للتعرف على كل حوت ومراقبة التغيرات في تشكيلات المجموعات يعمل المبرمج مانويل شميت وعالم الأحياء جيمس فيلد على برمجية للتعرف التلقائي على الزعانف وبما يشبه التعرف على الوجه. استخدمت عملية التعرف على الحيتان عبر زعانفها ولهجتها قبل 20 عاماً في حالة أنثى الحوت الصغيرة اليتيمة A73 أو سبرينجر. عندما بلغت سبرينجر عامها الثاني ماتت أمها وانفصلت عن عائلتها على الأرجح أثناء فترة عواصف الربيع،
على بعد 800 كيلومتر جنوبا وجدت الحوت الوحيدة قبالة ساحل سياتل. استطاع العلماء أن يعرفوا من نداءات سبرينجر أنها لابد أنها من سكان الشمال. أعيدت سبرينجر لعائلتها. قبل 20 عاماً تمكن الباحثون إذن من التعرف على لهجات الحيتان، لكن فهم لغة الحيتان يعد أمراً أعقد بكثير. لا تتغير أنظمة النداءات المتباينة لعائلات الحيتان كثيراً عبر الأجيال. لدى سبرينجر الآن ولدان هما سبيريت وستورم، ويبلغان من العمر 7 و3 أعوام. عادة ما تمضي الأوركا حياتها كلها مع أمهاتها، وتستمر بالرضاعة في أول 2 من حياتها. في السنوات 8 التالية تتعلم ما تحتاجه لتصمد في هذه الحياة. انضم حوت أوركا جديد لعائلة سبرينجر. معاً تبحث الحيتان عن سمك سالمون قريب من الساحل. تختلف استراتيجيات الصيد عندها تبعاً للبيئة المحلية، ويوفر لها ذلك خبرة كبيرة تتناقلها الأجيال كما تتناقل نظام التواصل. يبدو سلوك المجموعة خلال الصيد منسقاً. تتبادل الحيتان سيلاً من النداءات. لا تزال حيتان الأوركا تجد ما يكفي من الطعام لأنها تقضي وقتاً متزايداً في الصيد. بالنسبة للحوت الصغير، هذا من الدروس العديدة في صيد السالمون. أما بالنسبة للعلماء، فهذا مصدر بيانات ثري. تأثير الإنسان على مجال حياة الحيتان كبير جداً. الصوت العالي المستمر يطغى على نداءات الأوركا. لا يخيف صوت السفن الحيتان، لكن مستوى الضجيج المتزايد يؤثر على تواصل الحيتان ويهدد قدرة هذه الكائنات الحساسة صوتياً على الصيد. يدرس جون فورد أيضاً أثر ضجيج السفن على الثدييات البحرية. نسمع أصواتها على مدى 10 كيلومترات تقريباً. يتضاعف الضجيج الذي يسببه البشر في محيطات العالم كل 10 أعوام. تتعلق المخاوف من ضجيج السفن بأثره المحتمل على قدرة الحيتان على تحديد المواقع بالصدى. الرؤية عند الحيتان محدودة جداً تحت الماء بسبب كدر المياه، خاصة في الليل. غالباً لا ترى في هذه المياه لأبعد من طول الحوت، أي ل10 أمتار كحد أقصى. في الظروف الهادئة يمكن للحيتان تحديد مكان سمكة تشينوك في نطاق 200 متر، لكن هذا المدى ينخفض كثيراً بسبب ضجيج السفينة. في طريقة مشابهة للخفافيش، تمسح حيتان الأوركا المنطقة المحيطة عبر إصدار أصوات طقطقة والاستماع لصداها، ويحجب صوت السفن تلك الأصداء. لتقليل ضجيج محرك سفينة البعثة، يعمل القارب بمحرك كهربائي خافت. يبدو مثل نداء من حيتان N4، لكن الضجيج يطغى عليها. إنه صوت محرك السفينة، وهناك نداء أوركا هنا. لدي تسجيل آخر مع صوت محرك سفينتنا. يمكنك سماع النغمات، إنها أوضح بكثير، مع أن تردد الصوت الكهربائي 10 كيلو هرتز. سألقي نظرة على المحرك. على الرغم من أن ضجيج المحركات الكهربائية أقل بكثير، هناك إشارات مزعجة صغيرة. تفقدت ريتشل تشينغ الأصوات المزعجة وفحصت كابلات التحكم. هل هي أفضل الآن؟ أفضل بكثير. لا يزال صوت المحركات الكهربائية نادراً في المحيطات، وربما لهذا السبب أثارت السفينة اهتمام الحيتان. توقفت السفينة للحفاظ على المسافة اللازمة التي تبلغ 100 متر. لم تتوخى حيتان الأوركا الفضولية الحذر كثيراً، فتفقدت السفينة وطاقمها.
تساءل العلماء عما إذا كانت الحيتان تصدر نداءات خاصة للسفن المختلفة. على أي حال، الفضول متبادل. حيتان الأوركا اجتماعية وأنيسة جداً، وهي تحب أن تلمس بعضها البعض. أعتقد أنهما مجموعتا A23 وA25 تسبحان على الجانبين وتضعان الزعانف فوق سطح الماء في حين تمرح البقية. هل تعتبر قفزاتها جزءاً أيضاً من تواصلها؟ أم أنها فقط من أجل المتعة؟ لا يزال العديد من أنماطها السلوكية مفهوماً جزئياً فقط، ويرجع هذا أيضاً إلى أن حيتان الأوركا نادراً ما تحوم بالقرب من السطح بحيث يستطيع البشر مراقبتها. على بعد مسافة يسيرة ظهرت فجأة مجموعة أخرى من الأوركا، وترغب عالمة الأحياء البحرية إليزان دوران بإلقاء نظرة. في أي اتجاه علي أن أذهب الآن؟ لنجعل المجموعة كلها على الجانب الأيمن. هذا نوع مختلف تماماً من حيتان الأوركا. توجد أربعة حيتان مهاجرة عند الجزيرة. على عكس الحيتان المقيمة، لا تتغذى حيتان الأوركا المهاجرة هذه على السالمون، بل تصطاد ثدييات بحرية أخرى. هل تسمعين أي صوت لها؟ لا أسمع صوتاً، لكن يبدو أنها تصطاد هناك. بخلاف الحيتان المقيمة، تصطاد الحيتان المهاجرة بلا صوت تقريباً. هذا لأن لدى فرائسها الدلافين والفقمات والحيتان الأخرى حاسة سمع ممتازة وتعرف تماماً متى تكون في خطر. لهذا تمشط الحيتان المهاجرة حتى الجزر الصخرية فوق المياه بحثاً عن فريسة. وهذا تكتيك يبدو ناجحاً. نسمع صوتها الآن. يكشف الدم فوق سطح المياه عملية الصيد. بدأت الحيتان المهاجرة بالاحتفال بصيدها، وتتبادل الآن النداءات باهتياج. إنها مختلفة جداً صوتياً عن الحيتان المقيمة، فهل ستتعرف الخوارزمية على الفرق؟ هناك قرابة 500 حوت مهاجر و300 حوت مقيم، ومناطق عيشها تتقاطع على نطاق واسع، لكن نداءاتها تختلف كثيراً لدرجة أنها تبدو من لغتين مختلفتين تماماً. تعرف الدلافين والثدييات البحرية الأخرى الفرق، فهي تهرب من الحيتان المهاجرة بينما تتجه عامدة نحو الحيتان المقيمة بمجرد أن تسمع نداءاتها لتصطاد وتلعب معها. أسفل سطح السفينة يعمل إلمر نويث وكريستيان بيرغلر على تصنيفهما التلقائي للنداءات. هل تسمع الأوركا؟ النظام يرصد النداءات. دائماً ما تكون لدينا ثانيتان. يمكنك أن ترى بوضوح أن كل نداء أوركا يتم رصده. ما يعجبني هو أن الأمر يسير بدقة وأن الخوارزمية تؤدي عملها بثقة. رصد النداءات التلقائي ناجح. يبقى التحدي يكمن في معرفة أي المجموعات أكثر استجابة لنداءات المجموعات الأخرى. قد يكمن الموازي في اللغة البشرية لهذه السلاسل الصوتية في العبارات البسيطة. تتكون حيتان سكان الشمال من 32 عائلة عادة ما تفضل استخدام أنظمة نداءات مختلفة، لكنها تظل قادرة على التواصل مع بعضها البعض عند التقائها. يبدو أن مجموعة أخرى انضمت لهم. تتبادل المجموعات النداءات فتعلن عن وصولها فيما يشبه مراسم الترحيب.
هل تقول الحيتان لقد أتيت عندما تصبح قريبة جداً؟ لا، هذا ليس النداء نفسه. سابقاً كانت تكرر النداء نفسه طوال الوقت، بينما تستخدم الآن نداءات مختلفة. كانت اللقاءات الأكبر بين العائلات تتكرر أكثر في الماضي، عندما كانت كميات السلمون أكثر وفرة والصيد أسهل. يبدو أنها متناغمة أكثر، كانت أصواتها أطول بكثير. يمكن القول إنها أكثر تعقيداً. تتبادل سلسلة من النداءات، ثم ينحل الاجتماع ببطء. قد تعني هذه الأصوات الوداع، لكن أي تفسير موثوق يتطلب مقارنة مجموعة من المواقف المتشابهة. مع اقتراب نهاية الصيف، ينتشر الضباب بين جزيرة فانكوفر والبر الكندي. لذا أصبح تعقب الحيتان تحدياً، إذ لا يمكن تحديد المواقع صوتياً سوى بمكبرات الصوت المائية. في ظروف البحر الهادئة، يمكن أن يصل نطاق الصوت لنداءات الأوركا إلى 10 كيلومترات. يتفقد إلمر نويث توقعات المواقع. شمالاً، على بعد 200 إلى 300 متر. هناك، عند أقصى الشمال الشرقي. تحديد الموقع مهم أيضاً من أجل ترجمة النداءات. يوجد 2 أو 3 هنا، و2 أو 3 هناك. ودائماً ما نسمع النداء نفسه. ربما تقول أنا هنا، فيفهم الآخرون أن فريد مثلاً هناك. ما أفعله هو أنني أجمع تلك النداءات المتماثلة، ومن التسلسل يمكن أن نفترض أن هذه إشارة وهذه إجابتها وهكذا. شرفت آخر بعثة من البعثات الثلاث على الانتهاء، بعد أن جمعت بيانات على مدى 20 أسبوعاً من البحث الميداني. مختبر باترن ريكوغنيشن جامعة إيرلانغن نورنبرغ بعد بضعة أشهر. لدى ريتشل تشينغ موعد مع فريق البرمجة. قام مانويل شميت إلى الآن بمقارنة 1,000,000 نداء آلياً. مرحبا ريتشل، من الجيد أنك هنا. انظري إلى المجموعات، لقد أجريت بعض التغييرات وصارت أفضل قليلاً من السابق. هذه نداءات N33، لكنها اختلطت مع نداءات N9. ما زال الحاسوب في حاجة للتدريب. تعيق الضوضاء الخلفية الفرز الآلي للنداءات المختلفة، إلا أن عملية تنقية صوت برمجت حديثاً تزيد من الدقة. هل هذه مجموعة جديدة؟ هذا أفضل بكثير، صحيح؟ أحدث فروقاً بسيطة. هناك تأثيرات بسيطة. ما تزال توجد أخطاء صغيرة، لكنها لا تعد ذات أهمية عند المقارنة الآلية لملايين النداءات. أعتقد أننا الآن وصلنا إلى مستوى يمكننا من مقارنة عدة تسجيلات. لكن يمكننا استخدام سلاسل المجموعات تلك لإيجاد أنماط اللغة، كما لو أنها بنية دلالية. ويمكن تفسيرها على أنها نداء تتبعه إجابة ومن ثم نداء آخر. نتائج التجميع الجديدة أفضل من المتوقع، ومهمة ريتشل تشينغ الآن ربط أنماط النداءات المتكررة بسلوك معين. تقارن المجموعات الجديدة بكتالوجات النداءات الموجودة، وتكتشف النداءات التي تكرر ظهورها والتي يمكن أن تكون ذات معنى. تعلمت الخوارزميات التفريق بين نداءات عائلات الأوركا المختلفة، الأمر الذي لا ينجح فيه الباحثون إلا بعد سنوات من التدريب. في المستقبل سيسمح هذا بالتعرف الآلي على العائلة التي تصدر النداءات وعلى الحوارات التالية بين العائلات. الخطوة التالية مقارنة الملايين من سلاسل النداءات بهدف معرفة النداءات التي تظهر معاً بشكل متكرر ويرافقها سلوك مشابه.
عند فك شفرات اللغات البشرية قد تكشف هذه العلاقات عن احتمالات ذات معنى، كالعلاقة بين كلمتي جلس وكرسي، أو بين طاولة وصحن. لم تتمكن برامج التعلم الآلي بعد من العمل بشكل مستقل تماماً عن التحكم البشري، وقد يؤدي هذا إلى زيادة كبيرة في أخطاء التصنيف. ظهرت أولى التطابقات، استخدمت سلسلة من النداءات نفسها في سياق متشابه، لكن هناك استثناءات، ولا تجيز المقارنات التي تمت إلى الآن التوصل إلى استنتاجات قطعية. تشير سلاسل النداءات التي يتكرر ظهورها إلى سلوك اجتماعي، وقد وجدناها أيضاً للمرة الثانية في سياق تواصل اجتماعي، لهذا توقعنا أن نجدها في عينة ثالثة أيضاً، لكننا لم نجدها في هذه. هذا لا يدحض الأمر، يمكن أن تكون هناك أسباب مختلفة، لكننا لا نملك بيانات كافية لقول ذلك. صحيح أن الفريق الألماني الكندي لم يستطع بعد إعداد قاموس للغة حيتان الأوركا، لكنهم الآن يمتلكون أدوات لمقارنة نداءات الحيتان بطريقة أكثر تفصيلاً ومنهجية مما كان ممكناً في السابق. ومع توفر كمية أكبر من التسجيلات لأصوات الحيتان لتدريب آلات التعلم الآلي، سيحتاج الباحثون إلى وقت أقل للتعرف على تفاصيل أنماط التواصل. منذ القدم يحلم البشر بفهم ما قد تتحدث الحيوانات عنه، لكن بمساعدة الذكاء الاصطناعي بدأت حقبة بحثية جديدة لكشف أسرار التواصل.